السيد الكاتب العام، السيد رئيس الجهه بالنيابه، السيد رئيس الجامعه، السيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه الجهويه، السيد رئيس جماعه المشوار، السيدات والساده ممثلي المصالح، السيدات والساده ممثلي المصالح الداخليه والخارجيه والاداريه والعسكريه، أيها الحضور الكريم، أيها الضيوف من خارج مدينة مكناس، من مدينة الرباط ومن نواحي مدينة مكناس ومن فاس، مرحبا بكم في هذا العرس مهرجان مكناس الثاني. مهرجان مكناس في نسخته الثانية، طبعا له نفس الرسالة، رسالتنا دائما وأن الفن والثقافة والرياضة والمسرح كلهم عنوان للتنمية. الجماعة دورها هو التنمية، إلى جانب ما تقوم به من مشاريع البنية التحتية والإنارة العمومية وطبعا مرافق رياضية ومسارح وغيرها، بنايات. التنمية لا تتحقق إلا بتنمية كذلك هذا الجانب الثقافي والفكري والروحي والإبداعي والرياضي، والذي من خلال مهرجان مكناس المتنوع خاصة هذا التالي نريد أن نساهم في هذه الرسالة، رسالة التنمية. حتى لا أطيل عليكم وقد أطلنا عليكم، فنعتذر، كان في البداية أن كان في الأصل أن نبتدئ يعني في السابعة، لكن المعارض التي صاحبناها أو افتتحناها أخذت منا وقتا طويلا، فلن أطيل عليكم لأقول بأن مهرجان مكناس المتنوع في نسخته الثانية يرحب بكم جميعا ويتمنى لكم أن تقضوا معه أسبوعا ممتعا في جميع المجالات. حاولنا أن نحيي الأبصار ثم عاد. مكناس ألف حكاية وحكاية. كانت هذه كلمات النحات التونسي عبد الله أبو العباس حين زار مكناس لأول مرة. هي هكذا مكناس تسحر أو تسحر بجمالها، بطيبة أهلها، بتاريخها العريق كل من زارها. العاصمة الإسماعيلية الليلة ترحب بضيوفها الكرام وتحتفي بتاريخها العريق في مهرجان مكناس في دورته الثانية. دورة منظمة أكيد من جماعة مكناس، انطلقت فعالياتها اليوم وغادي تمتد إن شاء الله إلى 27 من أكتوبر الجاري. هي نسخة بصيغة التنوع، فبالإضافة للندوات الفكرية، الأنشطة الرياضية، المعارض والورشات، ستعيش المدينة على إيقاعات سهرات فنية كبرى بألوان متنوعة. فيها أسماء كبيرة ومن العيار الثقيل، غادي تكون معنا الفنانة سميرة سعيد قبل الختام، الفنان مسلم، حمزة نميرة، عبد الله المخطوبي، خديجة ربعة الأطلس، وغيرها من الأسماء، وأكيد المطرب اللي كننتظره بشوق هذا الليلة في سهرة الافتتاح، العندليب عبدو الشريف. قبل ما نستمتعوا بعبد صوته غادي لفقراته المتنوعة، شكرا لكم ومرحبا بكم.
شكرا للدكتور عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس. واللحظة قد استقبلوا حالة فنية نادرة، صوت ذهبي دافئ غني عن كل تعريف وتقدير، صوت أبهر عبد الحليم حافظ. سنعود معه الليلة للعصر الذهبي، سنحلق معه الليلة في سماء الفن الجميل. استقبلوا معي وبحرارة. شوية طاقة، شوية طولية. الله يكبر بك، الله يحفظك. إن تنسوا الله ينسوكم. أحب الوضوء إلى قلبي. أيوه. عندي فيها ذكريات طفولة، ذكريات الشباب، ودابا ذكريات مرحلة ثانية ديال الشباب، باش ما نقولوش الكوري. طبعاً ما غاديش يفوتني أنني أتقدم بالشكر، بخالص الشكر، للسيد رئيس البلدية سي وانو اللي تفضل وتكرم وشرفني بهذه الدعوة الطيبة لمدينة مكناس للمشاركة في الدورة الثانية لهذا المهرجان اللي كنتمنى له من كل قلبي مزيد من التألق إن شاء الله والنجاح، و الله ينصر كل واحد اللي تيخدم لهذه البلاد، واللي تيخدم المستقبل ديال هذه البلاد، واللي تيخدم الشعب ديال هذه البلاد والوطن. طبعا تحت الراية المغربية والقيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. اخترنا لكم اليوم واحد البرنامج غنائي، يعني كنتمنى انه يرق من الاعجاب ديالكم، و سمحوا لي بزاف الا تاخرنا عليكم لان تعطلت شويه في المسحات نتقد لكم شويه، غير الله يكثر فيكم كونوا معنا قبلوا علينا وصافي الله يكثر فيكم. ساعدني كي واشفى.